السلام عليكم اخويا. خلصت مباراة الشاكر كاف الاجتماعي، اليوم احنا زائرين. كم عدد الافراد اللي استلموا عندنا؟ أربعة. انت تشرع على الاجتماعي تستلمي؟ أبد كلش ولا إذا ولا مؤسسة زارتي؟ مؤسسة العين؟ اليتيم؟ ايش عدد ما سجلتي؟ بعد ما البيت اللي ساكنه به انت شنو هذا؟ يعني ملك اليت شنو؟ لا لا بيت عمي. بيت عم زوجك؟ عم زوجي. يعني انت كم غرفه انت به؟ هذا بس هاي الغرفه وعايشه انت ويا هاي الاربع اطفال. عندك احد بهم مريض؟ ابني بس رقيه. رقيه ايش بيها؟ بيها ناقص منها. وين ناقص منها؟ الدواء. راجعت يعني الدكتور جاي يقول لك عليك؟ يعطيني اوبر هسه بالزمن. اوبر كل شهر لو كل اسبوع؟ كل ثلاث اشهر. ويعني قالوا لك تتحسن لو شنو؟ قال تتحسن بس انا كل ثلاث اشهر يفحصونها بعد. هاي بالمستشفى الحكومي لو؟ لا حكومي. عندك احد بالمدرسه من عندهم؟ عندي حسين ورود السنه سجلها. حسين بيا صف؟ لا ورود. ورود؟ شنو محتاجة انت للبيت؟ يعني ثلاجة، طباخة؟ بعد شنو اللي يطلع عندك؟ يعني عندك انت هذن الطباخة؟ لا طباخ ما عندنا، ثلاجة. نعم. غسالة، مطبخ انت عندك يعني لوحدك؟ لا ويا عمري ويا ماما هلا قلت لك دورت وجهنا انا نعمل. نعم. اي عرفين تخيطين مثلا نجيب لك ماكينة تعلمين عنها؟ لا ما اعرف. بس احنا راتب ما عندنا رن اثنين منيات فكره محفظه. زوجتك توفى صار له قد؟ صار له ثلاث سنين. ثلاث سنوات شنو شلون توفى يعني؟ اشتغل بشركه هي. نعم. علمني الدواء لا قاهم لا ها يعني كان كاسب يعني؟ كاسب يعني يوميا يبون 25. بس شلون مشي امورك يعني انت عندك تساعدون اي عندي عمامي هم عيالي. نعم. شو تحبين تقولين للاخوان اللي بده يشاهدونك الان الاخوان المتبرعين ان شاء الله ما يقصروا وياك؟ ان شاء الله بعد احنا هلا قلت لك بس راتب احنا بعد يجي راس الشهر والله شاهد 25 ما يدخل بالبيت. والله جيبها من هنا واحطها من هنا واذا الحفاضات وحليب اثنين والله اروح لها 50 هي 50 25 شو تسوي؟ ان شاء الله الاخوان يشاهدونك ما يقصروا وياك.